يحضروا معي السيد محمد فاخر مدرب فريق الرجاء البيضاوي. سيد محمد يعني مباراة سيناريو مفاجئ، سيناريو يعني غير متوقع، الوداد متقدم بهدف، الرجاء ما هبطاتش يديها، تمكنت التعادل، مشات الأشواط الإضافية وتمكنت الرجاء تخرج بالتأهل. ما كاين شي حاجة في الكرة اسمها غير متوقع، فالاحتمالات كلها كانت تكون، فكانت مقابلة قوية. كنهني هذا الجمهور اللي لا الودادي ولا الرجاوي اللي جاوا حجوا الملعب وازروا الفروق ديالهم. الفريق الوداد كان خصم صعيب ماشي سهل، كنهني الفريق اللاعبين ديال فريق الرجاء اللي قدموهم عرض جيد وعرفوا كيفاش يتعاملوا مع اطوار المقابله تتاهلوا. بالنسبه لاطوار المقابله كيف قلتي سي محمد، يعني كيفاش شفت انت كمدرب يعني ال 120 دقيقه؟ كنظن ان كاينين كل فترات، في كل مقابله كاين فترات اللي كتكون فيها الفريق قوي ومن بعد كاين فترات اللي كتكون فيها مضغوط عليك، فاللاعبين الا عرفوا كيفاش يتعاملوا مع هاد الفترات، الوقت اللي يكون قوي كيسجل، الوقت اللي ما كيكونش قوي كيحاول ما امكن يجتنب انه ياخذ اي هدف. نعم سي محمد فاخر مدرب فريق الرجاء البيضاوي، شكرا لك.